على هذا الناموس. الكلمة تنتقل للزميل عبد العزيز العطوي. شكرا للزميل مسعود الحريري وإلى بقية الزملاء الذين سبقوني بالوصف والتعليق. على بركة من الله وتوفيقه أعلنت هذه الانطلاقة، أعلنت هذه التحديات من على أرضية ميدان التحدي، من على أرضية درة الميادين الخليجية، وفي هذا العرس التراثي الكبير، وفي هذا الكرنفال الكبير، هذا المهرجان الكبير الذي جاء من أجله أبناء دول مجلس التعاون، من أجل الانتصار، من أجل المشاركة. هنا ينطلقون بحثا عن المزيد من الإنجازات. انطلق على بركة الله شوطنا السادس الخاصي بسن القعدان، الحقايق من مسافة 4 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط يا مضمرين يا ملاك الأصالة عبارة عن سيارة نيسان باترول ستيشن تنتظر واحدا من بين هؤلاء الاقطاب، واحدا من بين هؤلاء الابطال الذين جاءوا من اجل الفوز. شداد مع اول الاسماء وسعد بن مبارك بن ضعيف النابت المري من يقدم لنا شداد على اول الاسماء. المركز الثاني اتابع القدوم والوصول من قبل سياف راشد بن محسن بن علي بن طيثابة لنديلة من يدفع لنا بهذه اللحظات بسياف على ثاني الأسماء. ثالثا نتابع وصل بن قريع بن قريع ليتقدم في هذه اللحظات الامبراطور محمد بن علي بن حمد بن قريع المري مقدما لنا شعار بانطلاقة سياف على ثالث الأسماء. المركز الرابع مرحبا بالعابر ومرحبا بك يا بن تخيل محمد بن تخيل بن سالم بن ربيع الجربوع المري من يدفع لنا في هذه اللحظات بالعابر على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع القدوم من قبل السيف لحمد بن محمد بن فهيد آل زبدان المري مقدم لنا السيف على خامس الأسماء. هكذا هي النتيجة للخمس الأسماء الأولى للخمس المراكز المتقدمة. العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى شعار بن نديلة من يقدم لنا سياف. سياف يا سياف على أول الأسماء العابر على المركز الثاني ليتقدم الجربوعي محمد بن تخيل بن ربيع الجربوع المري مقدما لنا العابر. بينما المركز الثالث أتابع القدوم وصل 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 السيف لحمد بن محمد بن فهيد الزبدان المري وأيضا الوصول. مرحبا يا ماجوب 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 وصل في هذه اللحظات صاحب الإنجازات، ولكن الكون الأخير وصراع على أوتار التاريخ، صراع من أجل الانتصار، صراع من أجل النواميس، صراع من أجل الإنجازات، صراع من أجل النواميس. يا أهل الحقايق يا أهل القعدان الانتصار في الانتظار، ولكن السيف 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 مع أول الأسماء. سياف على المركز الثاني، ماجوب الإنجازات على المركز الثالث، وأيضا هنا السيف هنا سياف على المركز الرابع بقدوم بن قريعة. وصلكم بن قريعة، وصل الامبراطور، ولكن السيف
السيف السيف مع أول الأسماء مع أول المراكز مع الموتر مع الموتر. ولكن سياف سياف واللحظات الأخيرة أي 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 الله 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 الله. يا هذا الصراع يا هذا الجمال يا هذه الأمتار أمتار في هذه اللحظات ما بين السيف ما بين سياف. ولكن آل زبدان آل زبدان أشعل النيران وراح بالانتصار. تهانينا تهانينا والف مبروك لمالك السيف لمالك هذا البطل. هنا حمد بن محمد بن فهيد آل زبدان المري المركز الثاني سياف راشد بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديلة المري المركز الثالث. وصل في ثالث الأسماء المهندس لسعيد بن علي بن خميس العويسي المركز الرابع. وصل سياف مع محمد بن علي بن حمد بن قريع المري المركز الخامس. وصل ماجوب لراشد بن سالم بن سعد النابت المري. إذن تهانينا تهانينا والف مبروك لمالكي السيف لمالك هذا البطل حمد بن محمد بن فهيد آل زبدان المري. التوقيت الزمني لحظة الوصول 6:14 20 جزءا من الثواني ليأتي على المركز الثاني سياف لراشد بن محسن بن علي بن طيثاب آل نديله المري. 6:14 36 جزءا من الثواني بينما جاء في المركز الثالث كان الوصول مع المهندس لسعيد بن علي بن خميس بن سالم العويسي مع هذا الحضور. تهانينا والف مبروك.